غادر دي نيوز. في غادر دي نيوز اليوم نتابعوا مستجدات الوضع في فرنسا بعد الخميس الأسود اللي عاشته البارح وتواصل الاحتجاجات وأسرار الشارع الفرنسي وخاصة كذلك المعارضة على رفض القانون إصلاح نظام التقاعد الذي تتمسك به الحكومة. إيمانويل ماكرون اليوم هل يتراجع أم يغير ربما سياسة اقتراح هذا القانون؟ أكثر تفاصيل وتحليل للخطوات الموالية معنا مباشرة من باريس الصحفي والمحلل السياسي يوسف الهلالي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. إذا ما هي المتوقع أن يكون كرد فعل وربما كإجراء جديد من قبل إليزي في إطار تمرير هذا القانون الذي يشهد معارضة ورفض كبير من قبل الشارع الفرنسي؟ طبعا المعارضة والنقابات كانت تنتظر من الرئيس أن يسحب هذا المشروع القانون الذي أقره مشروع القانون هذا، لكن يعني آخر خطاب لرئيس إيمانويل ماكرون أعلن يوم الأربعاء الماضي أعلن تشبثه بهذا الإصلاح، وأعلن تشبثه بالحكومة يعني عدم إقالة الحكومة، وبالتالي فنحن ندخل في فترة يمكن تسميتها بال يعني بوردو فورس يعني علاقات استعمال يعني القوة بين الرئيس وبين المعارضة والنقابات. فكل فالنقابات أعلنت أنها ستستمر في التعبئة، وأعلنت أنه سيكون يوم عاشر من التعبئة والتظاهر يوم العاشر من نوعه يوم الثلاثاء المقبل. أكيد أن لاحظنا أن يعني التظاهرات الأخيرة كانت يعني مشاركة كبيرة سواء بباريس والعدد كبير من المدن الفرنسية. لاحظنا أيضا أن هذه المظاهرات عرفت عنفا كبيرا من يعني الشرطة بين عناصر الشرطة والمتظاهرين، وتمت اعتقالات كثيرة يعني حوالي 450 اعتقال. كان تكسير كبير في بعض الشوارع باريس التي مرت منها التظاهرة، وكذلك في مدن أخرى مثل بوردو ومارسيليا يعني حوالي 30 مدينة شهدت تظاهرات، ويعني كان عنف كبير ما بين يعني عناصر الشرطة وبين المتظاهرين. وبالتالي ورأينا أن اليوم تم تأجيل زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث بسبب وضع الأمني وبسبب وضع التوتر الاجتماعي والسياسي الذي تعرفه فرنسا بسبب هذا الإصلاح لمنظومة نعم التقاعد. في تعليق على ما يحدث الآن وفي علاقة بهذا الإصلاح، صحيفة لو بوان الفرنسية كتبت العنوان الرئيسي ماكرون روتريتي أ 45 عام دو ليزولمون أ لامبويسونس، إيمانويل ماكرون من العزلة إلى العجز، ماكرون متقاعد عند سن 45. يعني هل هذا القانون حقا، وكان حتى نفس تعليق لو بان قالت هو في حالة عزلة، هل فعلا هذه النتيجة الأولى السياسية لتمسكه بهذا القانون؟ من المؤكد أن الرئيس الفرنسي هو في حالة عزلة، لأنه ليست له أولا أغلبية في البرلمان. عزلة وكذلك عجز في نفس الوقت، يعني ليست له أغلبية داخل البرلمان الفرنسي. ليست له هذه الأغلبية، وهو اضطر إلى استعمال بند في الدستور الفرنسي كارونت ناتروا يعني حتى يتم تمرير هذا المشروع بدون تصويت في البرلمان. بالتالي يعني هذا الاجراء يعني الذي لجا له الرئيس وحكومته يعني انه يفتقد الى الشرعيه، باعتبار ان هذا يعني اصلاح منظومه التقاعد يهم كل الفرنسيين. هذا بالاضافه الى اننا راينا ان الرئيس كيف انتخب، يعني كان هناك في الدور الثاني كان إيمانويل ماكرون امام ممثله اليمين المتطرف مارين لو بان، وعدد من الناخبين الفرنسيين الذين لا يصوتون لا من اليسار او من اليمين صوتوا على إيمانويل ماكرون، ليس من اجل مشروعه ومن اجل ما اقترحه على الفرنسيين، بل لقطع الطريق على اليمين المتطرف. وبالتالي فان راينا ان استطلاعات الراي كلها تبين ان هذا الاصلاح منظومه التقاعد ليست شعبيه، يعني اغلب الفرنسيين هم ضد هذا المشروع.
يعني ذكرت أنت الآن سيد يوسف هلالي أنه في وضع صعب يذكرنا بفترة السترات الصفراء لجيلاجون بالضبط. أنت ذكرت يعني أنت الآن ذكرت نقطتين كانت من بين النقاط التي أثرتها صحيفة لبوان والتي حصدت تقريبا تقول أن ماكرون ارتكب 5 أخطاء في هذا القانون على غرار ما ذكرت أنه لم يتمكن من ربما تحذير الشعب التونسي الشعب الفرنسي عفوا لاعتماد المادة 49-3 لأنه كان هناك دائما ما يكرر أنه لن يقع اللجوء إلى هذا الإجراء وكذلك فيما يتعلق بعلاقته باليمين يعني لم يقم باستقطابه بل تم إضعافه. هناك نقاط أخرى هي التي ربما ساهمت في هذه معناها وضعية البلوكاج التي وصل إليها وهي المتعلقة بعدم وضوح الرأي فيما قد يشمله هذا القانون من إصلاحات أخرى مستمرة لن يكون هذا الإصلاح الأول وكذلك أن حتى رئيس الحكومة هي سببا في ضعف وليست درعا لرئيس ماكرون بل هي من بين أسباب الضعف في هذا المشروع ولأنها كذلك فاقدة للأغلبية إلى جانب أن حتى الجمهوريون يعني غير قادرين على السيطرة على أتباعهم لأنهم يعيشون نوع من التمزق بين البقاء في الحكم وكذلك المحاولة لممارسة المعارضة والاستفادة من شعبية إيمانويل ماكرون. ما رأيك في ذلك؟ بمعنى أنه شعبية لا يمكن أن نتحدث عن شعبية إيمانويل ماكرون معنى استطلاعات الرأي لا تعطي أن للرئيس شعبية خاصة أن أغلب الفرنسيين يعني عدة استطلاعات تمت بينت أن إصلاحه غير شعبي ورأينا أنه كيف لسنوات طويلة لم تكن النقابات تجتمع على مشروع أو ضد مشروع كما حدث اليوم يعني بما فيها النقابات الإصلاحية والنقابات التي لا تخرج للتظاهر رأيناها اليوم تنسيقية النقابات الكبرى تضم 8 نقابات كلها في الشارع كلها قالت أنها ستستمر في التعبئة لأنه يبدو أنه لم يكن هناك حوار يعني أن الرئيس وفريقه والحكومة حكومة إليزابيث بورن يعني لم تعطي ما يكفي من الوقت للحوار من أجل هذا المشروع الذي يهم كل الفرنسيين يعني التقاعد ليس شيئا سهلا ليس قانون كأي قانون هو يموت كل الفرنسيين مختلف مستوياتهم الاجتماعية وبالتالي هناك الجميع يقول أنه أن الرئيس والحكومة لم تستمع إلى النقابات لم تحاور ولم تعطي الوقت الكافي لمحاورة النقابات مثلا أن هناك عدد من بنود هذا القانون التي تعتبرها بعض النقابات حتى الإصلاحية مثل السفدتي أنها غير عادلة معنى أنه كيف أنه تطلب من هناك أشخاص مثلا بدأوا حياتهم المهنية مبكرا يعني 16 أو 17 سنة أو 18 سنة مجبرون أن يظلوا في العمل جيسكا حتى 64 يعني بمعنى أنه عدد من المهن الصعبة عدد من المهن التي تتطلب جهد عضلي وجهد كبير هي مهن يعني صنفتها النقابات الفرنسية واقترحتها على الحكومة حتى هي مهن لا يمكن للأشخاص الذين يعملون بها أن يستمرون في العمل حتى 64 يعني هذه يعني مجموعة من البنود التي يتضمن هذا المشروع التي حاولت النقابات أن تقنع الحكومة والرئيس بتعديلها لكن كان الرفض الرئيسي يعلن رفضه لأي تراجع أو أي تعديل عبر عن رفضه للتراجع وبالتالي فالنقابات والمعارضة والرئيس هم فرهان قوة وهذا رهان القوة هو الذي سيحدد من سينتصر بمعنى النقابات عادت الرئيس أنها ستقوم يعني في الأيام المقبلة يعني شلل عدد من القطاعات رأينا أنه بعض المدن بدأ يعني المحروقات لم تعد كافية رأينا أنه مثلا الطيران نحو أورلي أو شارل دوغول أن مديرية الطيران
طلبت الشركات بنقص 30% من رحلتها نحو أورلي. رأينا أنه كذلك يعني أمام كل هذه الضغوطات اليوم المرحلة المقبلة يعني من كيف ستكون حسب رأيك؟ سوف نرى كيف ستكون التعبئة في الثلاثاء المقبل حيث دعت تنسيقية يعني يعني سيكون هو اليوم الحاسم فيما يتعلق بهذا القانون وفيما يتعلق بتعامل الحكومة مع الخطوات الموالية في هذا القانون. من المؤكد فرهان القوة الذي دخل فيه الطرفان الذي بسم الله عليك الذي سيحتم يحتم رهان القوة هذا. نعم شكرا لك سيد يوسف الهلالي الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من باريس، شكرا لك. شكرا لك. احنا هكا وصلنا لنهاية البرنامج، ان شاء الله نتلقاو نحن الجمعة الجاية في نفس الموعد. ما تنسوش تابعونا على صفحتنا على الباج يوتيوب وتعطيو ملاحظاتكم فيما يتعلق بفقرات البرنامج. نتلقاو ان شاء الله الجمعة الجاية، في الأمان.